الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. لنا وقفات بإذن الله تعالى وحوله وقوته مع هذه الآيات، لكن قبل أن ندخل في هذه الآيات نعمل زيادات على كلام الإخوة. أنا سامع هذا الرجل قبل قليل قال موافق على المناظرة، ونحن ما عندنا مانع، تكاليف المناظرة علينا بإذن الله عز وجل، كل التكاليف علينا في استاد المريخ، استاد الهلال، قناة النيل الأزرق، قناة الجزيرة العربية، NBC 3، أي محل يا حميدة مستعدين نناظرك. الآن رسل لنا واحد من أتباعك يجي هنا، يجب يجيب المكاتبة الآن، نعمل نشيل المكاتبة وتوقع يا حميدة، بعد ذاك نشوف المناظرة هتتعامل وين. وأشوف أنا أوريك الزول ده ما غريب علينا بالمناسبة، طفرنا لك في الحاجوس وفطفر لما نعرف حاجة. جانا جاري هنا، جا جاري هنا، وانت بليد اللي بيسد لك في الحاجوس في منو؟ الان ناس اخواننا حسين شامطينك شمط نظيف بغادي، منو اللي بيسد لك بغادي؟ تعرف يجي من هناك بيجاي اخواننا يشتغلوا بهناك، يخلي هنا يمشي بهناك يشتغلوا بغادي، وما عنده دول يتحدث معه هو وبنيه كده جايبه من وين ما بعرفه والله. والبنيه ذاتها تسجيل، بيجيب له تسجيل، بنيه بتتكلم معه، ما عنده دول ثاني بيتكلم، هو ذاته راسه فاضي، عرفته؟ وقبل كده في حلقة الحاج يوسف رسل ولده، عنده ولده الكبير، رسله كان دار يعتدي على أخونا شيخ أبو بكر في حلقة الحاج يوسف، قبضنا دخلنا سجن لما نتكيف ذاته، يقدر ينكر دي؟ رسل ولده جاب عكاز خش الحلقة جوا حلقة الحاج يوسف، قال لهم الوهابية كفار وإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، قال له كده. أول واحد يتحرك ولده، أسي منو الخوارج؟ منو التكفيريين؟ نحن ولا أنت يا حميدة؟ قال نحن خوارج. ترسل ولدك جاء اعتدى على اخونا ابو بكر، الحمد لله اخذ حقه تمام في الحلقه واخذ الباقي في الجسم، الحمد لله عز وجل. فهمت الحاصل؟ وتاني ما بيقدر يكررها، ما بيقدر تاني يكررها، فهمت؟ فالزول ده ما عنده حاجه اصلا، عباره عن صوفي ملقط دار ياكل قريشات زي ما وروك اخواننا، معروف زول معروف، ما هو زول جديد في الشغله دي، زول معروف ياكل اموال الناس بالباطل بتاع حجبات، عرفته؟ في النهاية بيبيع له حجبات وبيشيل من الناس قريشات وبيبقى مارك، لكن ما بيقدر أصلا يواجه دعوة الحق إطلاقا. وللمرة الأخيرة يا حميدة تكاليف المناظرة علينا، ما عندنا مانع إن شاء الله نلقيط شيرينج من هنا من هنا نعمل المناظرة إن شاء الله، لكن ما بيقدر يجي. لو بيقدر هسه سامعنا كويس بيسمعنا تمام، رسل واحد من أتباعك يجيب الورقة ويجي الآن ولا في نهاية الحلقة، مستعدين ما عندنا مانع، فهمت؟ تدار تنصر الباطل؟ ها الله قال إن الباطل كان زهوقا يا حميدة، دار تنصر إنت؟ زهوق ما يقوم له قائمة إلى يوم القيامة أبدا. هذه الآيات من سورة الواقعة تستفيد منها ربنا تبارك. شوف أي صوفي دار كورك بغادي محل الفتة أو هتجي بجاي، فهمت؟ داير فتة، إنت مش يا صوفي داير فتة هنديك الفتة بغادي، نحن هنا ما عندنا أي شيء، داير فتة، داير نوبات، هوس بتاع صوفية أهو ديل بيجاي جوك لحد عندك، تاني ما في أي صوفي يعمل لخبة ببرا، فهمت؟ دار تعرف الحق أقيف، ما دار تعرف هذاك أبوك الشيخ أمشي تلمى فيه، وكلكم إن شاء الله لو ما تبتوا تمشوا جهنم خالدين فيها إن لم تتوبوا. فربنا قال في هذه الآية في سورة الواقعة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. أصحاب الشمال ديل دي الناس كان عندهم أعمال في الدنيا، وبعدين جاء يوم القيامة وأوتوا كتابهم بشمالهم، زي ما ربنا قال: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه،
ربنا قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لما يقولوا له نادي الله بنو يابا، وهنا في الآيات دي قال إنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم. والحنث العظيم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الشرك بالله تعالى. ناس مصرين على الشرك، مصرين عليه ويجاهروا به ليل نهار، لا يستحوا من الخالق جل في علا ولا يستحوا من المخلوق. جاي تدافع عن البرعي، شيخك البرعي، البرعي في كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، إلى أن قال إذا شئتم شاء الإله. ده البرعي يا حميدة، وبرعيك ده الحمد لله يتنجم، الشغل ده بينزل في اليوتيوب، بيمشي ليه هولندا الحمد لله. عرفت كم مشيت هولندا بتلقى ناس طافرين البرعي، تمشي ألمانيا في ناس ضاربين البرعي، محل ما تمشي الحمد لله. هذا فضل من الله عز وجل، الحلقات دي ما تفتكر هنا وبس، بترفع في اليوتيوب الحمد لله، وبتمشي إلى الآفاق يرفعها الله تبارك وتعالى. فهمت؟ حلقات ماشية، البرعي اتكشف الحمد لله في جميع على مستوى العالم، زي ما قال لك الإخوة اتكشف، والشعب السوداني الحمد لله ابتدى يوعى وابتدى يعرف الحاصل. ده الغاشين الناس يا أخي، يدعو إلى الإشراك بالله تعالى ليل نهار، يدعو إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. البرعي يقول أستاذك يا فقير كن عنده زليل حقير، ونحن بنعرف نعضيك من وين يا حميدة، بنعرف نعضيك من وين، لأنه عضيناك في الحاجوس وفي ما تحملت جاري بيجاي، وهنا حتتعضى تمام. شفت عضته اللي بتحرقه يا هالبرعي؟ شفت البرعي ده بيخلي زول ده شفت الليل ما ينومه، والله نحن بنعرفه كويس، تقالي أدابنا وجهه ولا شنو؟ وصدقني ما بيستمر، إن مد الله في آجالنا والله الزول ده ما بيستمر، وإن مد الله في الآجال حتشوفوا براكم، لأنه وقف ضدنا في الحاجوسف في سوق 6 سنوات طويلة جدا. لما ما قدر يتحصل على شيء وما لقى أي حاجة كان بيتكلم جنب الحمامات، فتأذت الحمامات منه، الحمامات اتأذت منه، لأنه الحمامات نجاستها نجاسة حسية، وهذا نجاسته نجاسة معنوية، لأنه ربنا قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. رحل من جنب الحمامات مش عمل له حلقة في الميدان، الميدان بتاع الكورة ما لقى له زول، ما بيستمر. البرعي شيخك يا حميدة، شيخك البرعي قال أستاذك يا فقير كن عنده زليل حقير، قال ولا ما قال؟ قال كل عنده زليل حقير، إلى أن قال في كربك عنده بيضغيثك جنده. ده المرعي قال تنادي الشيوخ في الشدائد. الآن حميدة ده دايرين يورينا بيان بالعمل، ولا تكورك انت اصل شغلة وقت كتمت معاك، مالك جايب ميكروفونات وجايب كرسيك ومعذب نفسك، ودول كبير بلغ من الكبر عتية ما شوفه كده، زول كبير عرفته. انت ما خليك في الحاجوس وفي قاعد وقول يا ابونا الشيخ البرعي نجم الوهابية في السوق العربي، تقدر؟ ما بتقدر، ابوك الشيخ ذاته ما بيقدر، ما قال لك في كربك عنده. انت الان ما مكروب؟ لو ما مكروب اجابك شنو هنا؟ اجابك شنو؟ ما كنت بتشتغل في ايام تانية، بس ايش معنى يومنا ده بالذات؟ اجابك شنو؟ نادي شيخ اللي ينفعك، وما تفتكر انه في ناس بيجوا برا يقول لك يا اخي ديل بيتنابزوا، ديل بينبزوا ديك وديك بينبزوا ديل، وشوف ده كلام ما بيقولوا لك الا زول ما بيعرف الحاصل، في الغالب بيكون اخو مسلم دار يلبس عليك، يقول لك يا اخي هذه ليست دعوه، شنو ديل ينبزوا وداك ينبز وديل ينبزوا؟ لا، القصه ما قصه ده ينبز وداك ينبزوا، القصه انه في صراع بين الحق وبين الباطل، في باطل بينك وفي حق بيجاي، صراع بيناتهم. انت اقرا القران عشان تعرف الحق ده بيصارع الباطل كيف، اقرا سير الانبياء، شوف موسى عليه السلام واجه السحره كيف، شوف النبي عليه الصلاة والسلام واجه المشركين كيف، شوف نوح عليه السلام واجه قومه كيف، شوف شعيب عليه السلام واجه قومه كيف، وغير من الأنبياء. ده صراع بين الحق والباطل. فربنا هنا في الآيات دي قال وأصحاب الشمال
ما أصحاب الشمال دل الذين يصرون على الحنث العظيم. الشرك ما دارين يخلوه، شرك واضح ما دارين يخلوه. الله قال بعدين يوم القيامة شوف اللي بيحصل لهم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. الحميم هو الماء الذي بلغ قمة الغليان، وما في له درجة ذاته عشان نحدد لك بدرجة الدنيا. يشربوا بعدين يوم القيامة، الله قال فقطع أمعاءهم، يشربوا منه شراب زي ما ربنا قال إنهم لآكلون من شجر الزقوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الهيم هي هي الإبل العطشانة. الإبل لما تكون عطشانة شفتها بتشرب كيف؟ الله قال ديل بيشربوا من الحميم ده، ويقطع مصارين يوم القيامة يشربوا منه في سموم وحميم. السموم هو انت الآن لما تمشي الصحراء بتشوف الهواء السخن بيضرب وشك ما بتتحمل، وديك ما زي دي بتاعت الجنة بتاعت جهنم، ما زي بتاعت الدنيا، ديك سخنة سخانة شديدة. عرفتها؟ بلغت قمة السخانة في سموم وحميم وظل من يحموم، واليحموم هو الدخان الأسود، دخان أسود يا أخي. الدخان الأسود ده انت ما بتقدر تشوف بتاع الدنيا ده، لو جاء تراب أسود ساي تلقى العربات تطاقش، تجر النور الطويل ما ينفع، تشغل كشافات ما تنفع، دي بتاعت الدنيا، ودي حبوب ساي كتاحة بتاعت الدنيا تجهجع الناس دي كلها، ما بالك بيه بتاع النار في ظل من يحموم الدخان الأسود. الله قال لا بارد ولا كريم، ما بارد عشان لأنه البرودة حاجة سمحة. الآن انت في الدنيا بتحب الحاجة الباردة، البرودة دائما سمحة، الموية لما تكون باردة في الدنيا انت بتروى منها تمام. الله قال لا بارد، بتاع جهنم ما فيها برودة، ما في هواء سمح، ما في نسيم هناك في جهنم، نسيم ما في، موية سمحة ما في، ولا كريم ما مستساغ ذاته، كان خش في بطنك ما بتحس انك رويت، انما يقطع الامعاء والعياذ بالله. لا بارد ولا كريم، سبب شنو؟ السبب شنو؟ انهم كانوا قبل ذلك مترفين. وين قبل ذلك؟ هنا في الدنيا. يا اخي الله يكلمك كلام زي ده بعد ده كله تصر على الشرك؟ انهم كانوا قبل ذلك مترفين، اصحاب ترف، عندهم اموال، مرتاحين في الدنيا، منعمين في الدنيا، لكن مشكلة إنهم مع نعيم ده بيقعوا في الشرك، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصروا عليه وما يخلوه. شوف البرعي لما تجي تقرأ القصائد بتاعت البرعي والله تلقاه بتشبه الآية دي. البرعي مصر على الشرك، يقول لك الطريقة أمسك فيها، الطريقة ما تخليها، ده إصرار ولا ما إصرار؟ إصرار. بناديهم بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين بناديهم، ومش بنادي براو، قال لك قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي، ده المرعي بتاع السودان، تبا للمرعي تبا للمرعي، ده مرعي السودان يدعو الشعب السوداني إلى أن يشرك بالله تبارك وتعالى. فهمت؟ في التلت قال لك ناديهم، ده المرعي في التلت، التلت الأخير من الليل لما ينزل ربنا تبارك وتعالى فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأجيبه. في التلت ده البرعي قال لك في التلت ناديهم، تنادي منه؟ قال لك تنادي ناس ود حسونة وناس ود بدر وناس الركاني، شغل جيبه، شغل تسجيل وكتب كله موجود هنا. عرفتها؟ في التلت قال لك ناديهم، قوم صيح لهم، سمعته؟ دي قصيدة البرعي، قال لك نادى ابو العباس بناديه سيدي ساكن فاس بناديه. فاس يكسر راسك يا البرعي، يكسر راسك، تناديه لا يا اخي. قال نادي احمد التجاني ساكن فاس، شيخ الطريقة التجانية، قال سيدي ساكن فاس بناديه، ده البرعي في القصيدة، شغل. ناديه سيدي الحسن، طلبت ذاك المؤتمن،
وديل بينادوا الحسن ابو جلابيه بتاع كسله، انت قايل التصوف ده شنو؟ ده ياهو التصوف وما بتقوم له قائمه، تعرف تماما انه ما بتقوم له قائمه، عرفتها؟ حميده مسكين ما كان عارف انه الشغله دي بيجيب تكبيرات زي دي، هو يا دول ما بتقدر على الحلقه دي، والله ما بتقدر عليها، فهمت الحاصل؟ لانه ده حق، لانه ده حق، الحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق منصور الى يوم القيامه، الحق منصور الى يوم القيامه. الصوفيه دارين يرجعوا الناس الى عباده الاوثان، عباده القبور. الان امشي لحميد اقول له انا داير ابقى معاك، اهل مطلوب شنو؟ يقول لك راح معاي لابونا الشيخ، ولا يسوقك هو ذاته يمشي يعبدك له، الشيوخ تمشي تعصر له كرعينه، في ذول داري عصر كرعين شيخ؟ ابدا والله ما بنعصر كرعين الشيوخ يا حميده، امش عصر براك، عرفته؟ دايرك تلقط القمل بتاع الشيخ لانه شيوخ مجملين بتاعنا الصوفيه ما بيستحموا، والله ما بيستحموا، عرفت الحاصل؟ دايرك تلقط القمل، انت بتلقط قمل شيخ حميده بلقطه وبياكلها كمان، ها رايك شنو؟ نحن ما بنعمل عمايل زي دي، دايرك تمش تبرك للشيخ تعيد في الواطة وتبوس يدينه، ونحن لو لقينا يدينك بنعطيك نقطع عليك يا شيخ طريقة، أي شيخ طريقة دايرك تعمل، دايرك تسجد له من دون الله تعالى، وإلا داير شنو؟ داير إلا مشغل بينيها ما بتختشي؟ ها؟ خلاص الصوفية كملوا؟ أنت ما تجيب محمد المنتصر خليه يلعب معاك باك يمين، ها؟ بشكل اسماء البنيه ما شغله مكشوف، انت قالوا عنده جديد، بعدين بيخلعك عنده كتب كده بيجيبها يخطها كمثل الحمار يحمل اسفاره، بيجيب لك كتب كده يرصها او حتى تخلع، ما عنده اي حاجه، فهمت؟ والله ما بساوي شيء يا هل البنيه دي ذاتها، انا باقي لي لو عرفت انه حميده بشغلها والله ما كان حتتكلم ذاته، والله العظيم يا اخي معقوله؟ بس تنتبه الناس يا اخي في الحاجوس ومشغله، في السوق العربي ومشغله، وما لاقي غير ذاته لانه خلاص موضوعه انتهى، ما عنده اي موضوع ثاني، عرفته؟ و تعرف تماما انه يا اخواننا الدعوه الصحيحه التي كويس التي توصل العبد الى الجنه هي دعوه التوحيد، ودي الدعوه الصريحه الواضحه، ونحن سمعنا انه في مجموعه من الشفاته والصعاليك بيجوا هنا يوم شنو؟ يوم الاثنين، شفاته كده ما في داعي نذكر اساميهم لانه ناس نكرات ساي، في يوم من الايام كان بيتكلموا معانا في الحلقه دي، عرفتها؟ ركبوا لهم ذا ربراهم، قالوا ما في داعي تذكر الاسماء، وذكر الاسماء ما واجب، والكلام في الناس ما واجب، وذكر الطرق ما واجبه. يوم الاثنين هنا قالوا بقى يحذروا معانا، يحذروا مننا نحن. يا اخي انت اول امبارح ما كنت معانا، الحاصل شنو؟ في شنو؟ ها؟ قال بقى يحذر من حلقتنا، طيب حلقتنا دي الباطلة اللي فيها شنو؟ يا بليد عشان تحذر منها. الباطلة اللي فيها شنو؟ يقول لك الكلام في الصوفية ما واجب ويتكلم فينا نحن. أعمل حسابك الحلقات التي تقام في هذه الساعة ما عدا يوم السبت والأربع. يوم الاثنين في شفاتة بيجوا، صحاليك، ويوم الثلاث برضه في واحدين بيجوا، يوم الخميس برضه في واحدين بيجوا. أعمل حسابك من النازل، والله بيضيعوا دينك. بيضيعوا دينك والله، اعمل حسابك، ونحن ما بندعوك لشخصنا، انما ندعوك الى المنهج الصحيح الذي كان يدعو اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اكتفي بهذا واقدم الشيخ ادم النيجيري، ابو بكر، ابو بكر، أبو بكر.